طالعين بالغنم دا يودعوها بغير مكان دا يطلعون جايين وماخذيهم. كل هاد اطفال صغار اللي كلها خذوها دقدق الشيان بعد شنو ذنب هاي ولدنا؟ ماكو مقيم ولا اكو مخطوف، هذول دواعش دواعش ارهابيين. حتى ما نقدر نضم يسجلونهم مؤسسة الشهداء. قاعدة كل النهار واحسب اقول يجون دواعش ارهابيين هم وعوائلهم. ابوهم معوق يشتغل بدائرة الماي ما عنده شيء. دعمنا ابقاء القوات الامريكيه في العراق، يعني حاليا في العراق لولا توجد قوات عسكريه اسرائيليه في العراق نحن ندعمها. هاي رساله للخونه اللي باعوا كركوك وللميليشيات الايرانيه. حتى الشعب جاء ابن البصره وابن النجف وقدم تضحيات واستشهد. الحشد الشعبي احنا نعتبرها قوات هي مدعومة وهي تأخذ أوامر من أجندات خارجية، ومن ضمنها قاسم سليماني هي اللي خلق فتنة وحرب طائفية. الميليشيات الحشد الشعبي. طبعا زيارة قاآني إلى العراق زيارة مرحب بها من قبلنا. إشراف إيراني بقيادة الميليشيات تشرف على هذه المناطق لسرقة أصوات العرب السنة واستفزازهم وإرهابهم. الجانب الإيراني هو اليوم جانب صديق بالنسبة لنا ونحترم تدخله